الشيخ صالح، هناك الحقيقة الوسواس القهري، أخذ العلاج من المختصين وعرض الإنسان نفسه على الأطباء المختصين لهذا، هل في ذلك بأس شيخ؟ نعم، قد يكون الوسواس لمرض عصبي، نعم، مرض نفسي، فهذا له علاج عند الأطباء، ولا مانع من الذهاب إليهم وأن يلتمسوا له علاجا مما أباح الله، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه سهله من جهل. هذا إذا كانت الوساوس نتيجة مرض عصبي، أما إذا كانت الوساوس نتيجة يعني تسول الشيطان أو تسلط الشيطان، فهذه العلاج وهذه ذكر الله عز وجل.